طب خليك معايا كده، انا معايا كريم ملحن، كريم عاشور. يا كريم مساء الخير. مساء الفل، ايه الاخبار؟ ازاي حضرتك؟ يعني اخباري ايه؟ سطلانه سطلانه يعني. والله الحمد لله. بصي، يعني هي جت من عند ربنا طبعا، واحنا ما كناش متوقعين، وزي ما لسه بنتكلم مصطفى، هي جت صدفه. حتى كل الفنانين المطربين تقال جدا غنوا، احنا ما كناش نعرف. يعني ما كنتش قاعد انا بعمل الاغنيه لعباسط ولا لحسن ولا الليثي ولا حمدي دتشان، لا ده انا كنت بعملها عادي جدا لعلي ربيع وفي اطار الفيلم. وطبعا الباشمهندس طبعا هاني محروس، يعني طبعا بفضل في ربنا في الاول وفي الاخر طبعا، والهندسه، هو اللي كلم مصطفى وقال له عايزين نعمل حاجه مطرقعه لعلي ربيع. وجت بالصدفه كده، هي جت كانت معانا بس الكلمه بتاعت سطرانه، هي سطرانه اللي كانت، كنا احنا قاعدين بنهزر في مره ما انا ومصطفى وأماضيو، فعمال ما اعرفش بيقول لي ايه، بتصدق عايزين نعمل حاجه اسمها سطلانه؟ بس انا هو قال سطلانه، قلت انا قلت اوه سطلانه. قول لي بقى الحته، لان هو الحته دي لا سطلانه لانا، هي كانت مكتوبه كده الحته دي، ايوه ما لا هي دي ايوه مصطفى هو اللحن ده، قال انت الكلمه، هو ده الافيه كله. هو هي يمكن هي الجمله الكاتش واللي كانت تفاعلت يعني الناس. مصطفى كتب الغنو، يعني مصطفى كتب سطلانة وانت لقطت بقى ولحنتها. هي والله يا استاذ لميس، هو يا دوبك مصطفى قال بس سطلانه، انا قلت له سطلانه بس، قال لي حلوه، وأماضي وكان قاعد معايا وشغالين ما نعرفش اصلا، قال لي حلوه خلينا نسجلها. انا قلت يهزروا بصراحه، يعني انا قلت ايه، يعني قلت حاجه كده طلعت فعجبتهم، فكملناها بقى. جت بالصدفه في رمضان الفيلم بتاع بعد الشر طبعا، الفنان علي ربيع طبعا، الناس طبعا فنانين كبار نجوم طبعا، فجت بالصدفه قال لنا بقى تعالى نكمل نعمل سطلانه دي بقى، فطلعت الحمد لله زي ما انت سمعت كده، والحمد لله احنا عمل. بنتكلم الغنوة في الاول، خليني اقول لك الحقيقة، انت ومصطفى، هي الغنوة في الاول ما نجحتش قوي، يعني ما كانتش مفرقعة، يعني ماشي يعني هي جايبة 2 كانت مليون فيو على الفيديو كليب، اوكي في العادي، يعني في اللي هو في الطبيعي، لكن من ساعة ما النجم طاهر محمد طاهر اللي هو لازم تلحنوا له بقى وتكتبوا له بعد كده، مسك هيغني بعد كده السماعة وتغنى سطلانة لانا وحط بقى الفوطة وكده، وابتدوا هو الشحات زي ما انت شايف وعلي معلول والكلام ده كله، خلاص ده نطت في والله حتة يا تانية. دكتور ربنا، والله يا استاذ انا اقسم بالله، يعني الواحد بيعمل اللي عليه، واحنا كلنا أماضي ومصطفى بنحاول ان احنا نفكر ونعمل برضه حاجه مختلفه، وفي نفس الوقت هو التوفيق بتاع ربنا، انا بنعمل اللي 13 علينا. مليون فيو لحد دلوقتي، ده غير آلاف بقى الفيديوهات، الحمد لله طبعا والله. ملايين المشاهدات، لأنها نطت في حتة تانية خالص.